مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم رايك بصوتك، يوميا من السادسه وحتى السابعه ساعه بنتناقش فيها في قضيه بنستنى فيها ارائكم المختلفه زي ما انتم عارفين من خلال الوسائل المختلفه سواء فيسبوك وتويتر. رايك بصوتك دي اسم صفحاتنا، او من خلال ارقام تليفوناتنا اللي بتظهر خلال ساعه كامله على الشاشه. وزي ما شفنا في الاسئله النهارده من خلال صفحاتنا المختلفه او حتى من خلال التتر، ان فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحاديه هيبدا زياره الى مصر غدا باذن الله وبعد غد. طبعا ده من خلال دعوه من الرئيس عبد الفتاح السيسي. المفروض ان خلال هذه الزياره بحسب ما ياتي من بيانات من جانب رئاسه الجمهوريه، الرئيسان سيبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائيه فضلا عن القضايا الاقليميه والدوليه ذات الاهتمام المشترك. الطرفان سيتبادلان أيضا الآراء حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ويمكن ده اللي بيشغل الرأي العام العالمي، بالإضافة كمان للحديث عن الأوضاع في سوريا وليبيا، بالإضافة لدفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. زي ما احنا عارفين دي الزيارة الأولى للرئيس الروسي لمصر من 10 سنوات مضت، كمان هي بتأتي بعد المحادثات اللي تمت بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين في خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى منتجع سوتشي في روسيا في العام الماضي، وتحديدا كان في شهر أغسطس. هنتكلم النهاردة عن زيارة بوتين المنتظرة إلى القاهرة، وهي زيارة مهمة جدا، زيارة يتم من خلالها بحث العديد من الأمور سواء من خلال العلاقات الثنائية بين البلدين أو حتى على الصعيد الدولي والعالمي، أمور اقتصادية، أمور عسكرية، أمور سياسية أكيد سيتم تناولها في هذه الزيارة المنتظرة، واللي احنا متابعين مدى الاهتمام السياسي الدولي والمصري لهذه الزيارة. هنتكلم عن كل ده، ولكن قبل ما نطلع لفاصل تعالوا مع بعض نفكركم بأسئلتنا اللي موجودة على صفحاتنا المختلفة. عن زيارة بوتين إلى مصر، كيف ترى زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى مصر في هذا التوقيت؟ ما هو مردود هذه الزيارة على المنطقة؟ مردود هذه الزيارة على المنطقة. وما هي أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات بين البلدين سواء على المستوى الاقتصادي أو غيره؟ زي ما احنا عارفين طبعا دي بتأتي على بعد شهر واحد فقط من القمة الاقتصادية، ربما يتم مناقشة أيضا هذه الأمور. هنتكلم مع بعض المسؤولين، مع بعض الخبراء من خلال هذه الحلقة، بالإضافة لأرائكم اللي انتوا بعتوها لنا وممكن تبعتوا لنا لحد الساعة 7 بإذن الله. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نبدأ مع بعض نتلقى هذه الإجابات في رأيك بصوتك، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام في حلقتنا من برنامج رايك بصوتك، وزي ما قلنا في اسئلتنا مع بدايه الحلقه ان احنا النهارده بنتكلم عن زياره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى مصر المقرره باذن الله غدا. يمكن من ساعه او ساعتين تقرر ان هيبقى الوصول هيبقى من للرئيس عبد الفتاح السيسي الى دار الاوبرا، او يمكن ده المكان اللي سيتم فيه استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هيبقى من خلال مقر النادي الاهلي في الجزيره، ومنه ينتقل الى دار الاوبرا حيث يشهد الرئيسان مساء غد باذن الله يوم الاثنين مع اول ايام الزياره احتفاليه فنيه داخل دار الاوبرا المصريه. هنقول تفاصيلها خلال دقائق، ولكن خلينا نقول ونفكر ان يمكن روسيا خلال الفتره الماضيه وتحديدا حوالي 7 سنوات مضت كانت صنفت جماعه الاخوان المسلمين بانها جماعه ارهابيه بحكم قضائي كان تحديدا يوم 3 فبراير 2007. كمان رفضت بعد كده عده طلبات تقدم بها محمد مرسي رئيس الجمهوريه السابق ومستشاره عصام الحداد لكي يتم حذف اسم الجماعه من قائمه الجماعات الارهابيه في روسيا. وبعد ذلك زي ما احنا متابعين طبعا تطور العلاقات المصرية الروسية، واللي بناء عليها زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة بتكتسب أهمية خاصة جدا لمصر وللمصريين بشكل عام، بما في ذلك رجل الشارع المصري. وطبعا زي ما احنا متابعين انتشرت صور الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين في عدد من شوارع وجسور القاهرة الرئيسية، فيمكن ان احنا متابعين كمان الاهتمام في الشارع، الناس كلها مركزه ومتابعه الموضوع، مش بس على مستوى العلاقات السياسيه، اللي في الشارع المصري وهو ماشي بيشوف مدى الاهتمام، فبالتالي هو برضو منتظر نتائج هذه الزياره. معانا على التليفون دلوقتي الاستاذ محمد ابو الفضل نائب رئيس جريده الاهرام، رئيس تحرير جريده الاهرام. استاذ محمد تحياتي لحضرتك. استاذ محمد تحياتي لحضرتك. معاك. سامعني يا فندم؟
ايوه سامعك اهلا كويس. بيك استاذ محمد، تحياتي لحضرتك. استاذ ابو الفضل، ايوه معاك اي يا فندم. سامعني، اهلا بحضرتك. يعني بسالك طبعا عن الزياره المرتقبه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمقرر ان هي تبدا باذن الله غدا. كيف ترى هذه الزياره، واهم ما سيتم بحثه بين الرئيسين؟ اعتقد ان هي زياره مهمه طبعا، ونقله نوعيه في العلاقات المصريه الروسيه، ونقله نوعيه مهمه ايضا في العلاقات المصريه الدوليه عموما. يعني وزن روسيا الان في المجتمع الدولي وزن كبير على المستوى السياسي وعلى المستوى الامني وعلى المستوى الاقتصادي. اعتقد هناك مجموعه كبيره من الملفات المنتظر ان يتم بحثها في الزياره المرتقبه غدا وبعد غد في القاهرة. هناك مجموعة من الملفات الأمنية والسياسية، لكن أنا أعتقد أن الملف الاقتصادي يمكن أن يحتل أهمية متقدمة على ضوء المؤتمر الاقتصادي المتوقع أن يعقده في مارس المقبل في مدينة شرم الشيخ. هناك طموحات كبيرة جدا تعولها مصر على التعاون في هذا المجال مع موسكو، وأعتقد أن هناك استعدادات كبيرة جدا في المقابل من قبل رجال أعمال روس إلى مزيد من الاستثمار هنا في مصر في مجالات مختلفة. أيضا سيكون المجال الأمني تحديدا في مجال مكافحة الإرهاب يمكن أن يكون نقطة مهمة جدا في المباحثات التي ستجرى في القاهرة غدا وبعد غد، لأن هناك تجربة روسية في التعامل مع المتشددين الإسلاميين في الشيشان، أعتقد أنها يمكن أن تكون مفيدة في نقل الخبرات ونقل التجارب مع مصر. أيضا على المستوى الآخر هناك مطالب مصرية فيما يتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة في مجال مكافحة الإرهاب، وروسيا لديها أيضا استعدادات كبيرة جدا للتعاون في هذا المجال. نعم استاذ ابو الفضل، يمكن دائما ما عندما نجد اي خطوه، سواء من زياره للرئيس المصري الى روسيا او حتى في تبادل العلاقات بشكل عام بين مصر وروسيا، السؤال الذي يطرح نفسه دائما هو مدى تاثير هذه العلاقات على علاقه مصر بامريكا، او مدى رد فعل امريكا على علاقه مصر المتطوره مع روسيا. هل تعتقد ان هذه الزياره سيكون لها تاثير على الجانب الامريكي، سواء في الناحيه السياسيه او الناحيه الاقتصاديه؟ هو تأثير معنوي أو تأثير سياسي بمعنى أدق، لكنه تغيير استراتيجي لا أعتقد ذلك. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أكثر من مرة، ومسؤولين كبار في الدولة المصرية أيضا أكدوا أن التعاون أو العلاقات الوثيقة مع روسيا لا تعني إطلاقا أنها يمكن أن تكون على حساب أمريكا أو أي من الدول الغربية. أعتقد أن الآن العالم لم يعد قطبي يدور بين قطبين فقط، هو الاتحاد السوفيتي او امريكا او روسيا حاليا وامريكا، لكن هناك اقطاب متعدده، هناك الصين، هناك بريطانيا، هناك روسيا، هناك اليابان، هناك دول متعدده يمكن تنوع العلاقات معها. اعتقد ان مصر لديها الان فرصه جيده في تنوع وتعدد الخيارات، لم تعد المعادله الصفريه اما كذا او كذا، لا، المساله الان يمكنك ان تتم علاقات مع اكثر من دوله حتى ولو بدت انها متنافسه او في صدام سياسي او صدام اقتصادي او ما الى ذلك. لا يمكن ان تكون هناك نهضه او قوه او مستقبل لاي دوله اذا يعني وضعت كل اوراقها في سله دوله واحده. اعتقد ان القياده المصريه منتبهه تماما رغم خصوصيه العلاقه مع روسيا، الا انها لا استبعد تماما ان تكون على حساب واشنطن. طيب، وتأثير ده بشكل عام على المنطقة، يعني يمكن على مصر، حتى المسؤولين في مصر بيأكدوا على النقطة اللي هي بيتكلم فيها حاليا، وهي فكرة ان احنا بننمي علاقتنا مع كل الأطراف وليس فقط وضعها في سلة واحدة بحسب ما ذكرت، ولكن على المنطقة والاهتمام بين العلاقات او مع العلاقات المصرية الروسية، هل يؤثر ذلك على المنطقة بشكل عام؟ بالطبع هناك ملفات مهمة مشتركة بين مصر وروسيا في المنطقة، اهمها الملف السوري وملف مكافحة الإرهاب. أعتقد أن العلاقة الوثيقة والتفاهم بين مصر وبين روسيا يمكن أن يساعد كثيرا في حلحلة الأزمة الراهنة في سوريا التي يعني وصلت إلى طريق مسدود بسبب التقاطعات، بسبب التعقيدات، بسبب الحسابات المعقدة ما بين دول إقليمية ودول أخرى من خارج المنطقة. مصر وروسيا لديهم تقدير متقارب إلى حد كبير، وهو يقوم على الحفاظ على وحدة الدولة السورية، الحفاظ على عدم تفتتها، محاربه القوى المتشدده، محاربه الذين يريدون يعني نشر الارهاب في المنطقه. هناك تفاهم وتعاون في هذه المساله، يمكن اذا اطلقت مبادره سياسيه في هذا الاتجاه قد تكون لها اصداء ايجابيه. وهناك تجربه فعلا في مصر في الحوار مع المعارضه، وتجربه روسيه في الحوار مع المعارضه السوريه ايضا خلال الشهر الماضي،
يعني لم تأتي بنتائج كبيرة أو كما هو كان متوقعا، لكن في النهاية هي خطوة على طريق الاقتراب من الأزمة السورية بطريقة سياسية. نعم. طب استاذ ابو الفضل، يعني الحقيقه احنا كنا متابعين حتى الان على شاشتنا مقتطفات من زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي الى روسيا في شهر اغسطس الماضي، فهنا في الشارع المصري في الايام الماضيه شايفين مراسم استقبال مختلفه عن اي مراسم اخرى، شايفين حتى صوره للزعيمين المصري والروسي، شايفين اهتمام اعلامي حتى واضح جدا، واهتمام من المسؤولين في حديثهم دائما عن هذه الزيارة. هل ده يأتي رد فعل على الاهتمام اللي لاحظه الرئيس المصري هناك، ولا لأسباب أخرى ممكن تكون مفسرة حضرتك؟ بلا شك يعني هناك اهتمام رسمي كبير من البلدين، لكن على المستوى الشعبي يعني هناك الهموم الكثيرة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمكن أن تقلل من أن تلمس ذلك على نطاق واسع، لكنها هي في النهاية هي يحتفظ المصريون بمشاعر إيجابية تجاه روسيا، يحتفظ المصريون بمواقف نبيلة تاريخية سواء كانت في الصد العالي أو في تمويل مصر بالأسلحة عقب حرب 67. هناك أدوار إيجابية موجودة في الوجدان المصري للقيادة الروسية. أعتقد أيضا أن مصر لديها أيضا من المواقف الإيجابية مع موسكو الكثير عبر التاريخ، وكل ذلك يمكن أن يمهد الطريق ويذلل الكثير من العقبات لأن تكون العلاقات أمامها أفق جيد، أفق واعد، أفق يمكن أن يؤتي بنتائج إيجابية على مستويات مختلفة. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد أبو الفضل نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام على هذه النظرة السريعة على لقاء الرئيس الروسي أو قدومه إلى مصر بإذن الله خلال الساعات المقبلة. الحقيقة أن الروابط والعلاقات المصرية الروسية كانت واضحة من فترة قديمة، مش حتى في خلال الفترة الماضية. روسيا تنظر لمصر على اعتبارها مركز صناعة القرار في الشرق الأوسط والبقعة الجيوستراتيجية الأساسية في المنطقة، وهي رفضت كمان كل مساعي نقل مركز الثقل التقليدي للمنطقة إلى الأطراف الأخرى، وتؤكد هذه النظرة في كل المناسبات. الحقيقة كمان أن الروابط بين القاهرة وموسكو وضحت جدا خلال موقف روسيا المؤيد لثورة 30 يونيو، واللي تلاها من تطورات حتى كل محطات خارطة الطريق، واللي أكد الرئيس فلاديمير بوتين الرئيس الروسي في مناسبات شديدة وكثيرة احترامه الدائم للرئيس عبد الفتاح السيسي ودوره التاريخي في مصر. ومن منطلق ده روسيا دايما تؤيد عودة مصر بقوة إلى الساحة الإقليمية والدولية. الناحية الاقتصادية والصناعية واللي قد يتم مناقشتها أيضا، وقد تكون وقتها وقت هذه الزيارة مهم جدا في الناحية الاقتصادية قبل مؤتمر شرم الشيخ، علشان كده هنناقش في هذه النقطة الأستاذ ضياء حلمي عضو مجلس الأعمال المصري الروسي. أستاذ ضياء تحياتي لحضرتك. أستاذ ضياء، أستاذ ضياء لو سمعني تحياتي ليك. طيب لحد ما نعود من جديد إلى الاتصال مع الأستاذ ضياء حلمي عضو مجلس الأعمال المصري الروسي، خلينا نكمل بعض الأمور المتعلقة بهذه الزيارة. الحقيقة أن وزارة الخارجية كانت وصفت العلاقات السياسية بين البلدين بأنها شهدت طفرة، يعني مصر نفسها من ناحية الرسمية كانت أكدت على أن العلاقة بين مصر وروسيا بتشهد طفرة بعد ثورة 30 يونيو تحديدا، واللي تمثلت في زيارة وزيري الخارجية والدفاع الروسيين إلى مصر يوم 14 نوفمبر سنة 2013، وزيارة وزيري الخارجية والدفاع المصريين إلى روسيا يوم 12 و13 فبراير من العام الماضي. يعني السنة اللي فاتت بالضبط كانت الزيارة اللي قام بها الجانب المصري الرسمي. عقدت من خلال هذه الزيارة العديد من المباحثات السياسية، بما يجعل مصر هي الدولة العربية الوحيدة اللي تبنت موسكو معها هذه الصيغة اللي تتبناها روسيا في خمس دول أخرى، هي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان. الحقيقة أن كمان ده بيدل على إقرار روسيا بالأهمية الاستراتيجية اللي بتحظى بها مصر في سياستها الخارجية. خلينا نقول أن احنا في أمور مختلفة ممكن نكون لسه ما وضحتش فيما يخص هذه الزيارة وكيفية أو الأمور اللي سيتم مناقشتها، غير الجانب الاقتصادي المهم جدا في هذه الفترة، خاصة زي ما اتكلمنا وناقشنا الموضوع ده في حلقات سابقة، وهي قمة شرم الشيخ الاقتصادية اللي روسيا تعد من أهم هذه الدول اللي هتشارك بقوة في هذا المؤتمر، وكيفية دعمها اقتصاديا لمصر في الفترة المقبلة، طبعا غير قطاع السياحة
القطاع اللي ربما تدعمه روسيا أو من أشد الداعمين ليه في مصر في الفترة الماضية، وتحديدا بعد ثورة 30 يونيو أو حتى من بعد ثورة 25 يناير اللي شايفين عدد كبير من السياح فيها. خلينا نرحب هاتفيا باللواء خالد مطاوع الخبير الأمني لإلقاء الضوء على الجانب الأمني من هذه الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي. سيادة اللواء خالد مطاوع تحياتي لحضرتك. أهلا بك يا فندم. سيادة اللواء، زيارة مرتقبة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر وعلاقات متطورة في السنوات الماضية وتحديدا بعد ثورة 30 يونيو، كيف ترى العلاقات المصرية الروسية من الناحية الأمنية والعسكرية؟ هو في الحقيقة العلاقات الروسية المصرية أخذت منحى متطور جدا خلال الفترة ما بعد 30 يونيو. نعم. وفي الحقيقة احنا هنجد ان قبل خلال المرحلة الانتقالية في عهد رئيس السابق عدلي منصور، سابق مستشار عدلي منصور، كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان توجه بالفعل ابان وجوده في وظيفة وزير الدفاع الى الاتحاد السوفيتي، ثم تطور الامر بعد ذلك اثناء وجوده كرئيس جمهورية بعد الانتخابات. وفي الحقيقه على المستوى العام فروسيا بتمثل منحة مهم جدا لمصر بعد 30 يونيو. وايضا عايزين نؤكد ان نفس هذا التوازن في الاهميه تشكله مصر ايضا لروسيا. ويشكله العرب كلهم لروسيا، وبالتالي فمصر منظور اليها باعتبارها جزء من المنظومة العربية الموحدة في اتجاه الكتلة الغربية. تمام؟ الو؟ ايوه معاك يا فندم، اتفضل. تمام؟ وبالتالي ده هيحدث نوع من التوازن على مستوى العلاقات الدولية على مستوى العلاقات ولكن الدولية. ولكن النقطة دي محتاجة توضيح أكتر سيادة اللواء، يعني الناس كلها بتبقى برضو المواطن العادي عايز يفهم ليه روسيا داعمة لمصر بشكل كبير، أكيد هي يعني علاقات متبادلة وأكيد هي كمان هتستفيد. فحضرتك بتأكد على ان زي ما مصر محتاجة روسيا، روسيا محتاجة مصر. حابين نوضح النقطة دي اكتر من الناحية الامنية والناحية العسكرية. خلينا ان روسيا محتاجة تواجد في المنطقة، محتاجة عندها ايضا استثمارات خارجية لازم تمارسها، وإلا في ظل الضغوط اللي بيمارسها عليها الولايات المتحدة الامريكية. نعم. وعمليات ال زي ما بيقولوا عليها في الاقتصاد العقوبات الاقتصاديه اللي بتمارس عليها ان لم تجد اماكن اخرى خارج روسيا للتعامل، يعني هيكون التاثيرات الاقتصاديه عليها اكبر بكتير جدا من في حاله العزله اكثر من الانفتاح، وبالتالي انت احد الابواب المهمه جدا ليها في هذا الانفتاح. نعم. تاني حاجة، أنت دولة، احنا على فكرة لازم نبقى فاهمين إن روسيا لها استثمارات خارجية ورجال الأعمال الروس هم مهمين جدا. أيضا لما نيجي نحب النهاردة العالم كله عبارة عن توازنات. روسيا واقفة قدام الولايات المتحدة الأمريكية وعندها مشكلة القارمة ومشكلة الانضمام القارمة ليها، ده بيسكن في حد ذاته منحى جديد في المنطقه هناك عندهم. ووقوف الولايات المتحده الامريكيه ضدها في هذا الموضوع وتطبيق العقوبات الاقتصاديه عليها بيخليها تحتاج الى مسانده من دول عديده. واهمها مصر هو طبعا في المنطقه. هو موضوع التوازن في العلاقات الدوليه. طيب سياده اللواء، بمناسبه بقى الحديث عن العلاقات بين مصر وروسيا وايضا كما ذكرت الولايات المتحده الامريكيه، فيما يخص الجانب الامني، هل ممكن ان تكون هذه الزياره او تتناول الاستعاضه من جانب المصري بروسيا بدلا من الولايات المتحده فيما يخص استخدام السلاح في محاربه الارهاب وتحديدا في منطقه شمال سيناء؟ خلينا نكون اوضح، هو مفيش حاجه اسمها استعاضه. نعم. احنا ما نقدرش ان احنا نستغنى عن الولايات المتحده، وما نقدرش ان احنا ان روسيا تكون بديل للولايات المتحده، ولكن خلينا نقول انك انت عندك طبقا للمفهوم المنطقي انك انت لازم يكون عندك تنويع في مصادر السلاح. انت مقبل على او انت بتعيش فعلا حاله حرب على الارهاب، بتتطلب منك
انواع كتير من الاسلحه نعم المتطوره، انواع كتير من الذخائر المتطوره، بعض الاسلحه النوعيه الاستراتيجيه اللي ممكن ان هي التكتيكيه اللي ممكن تخليك انك تواجه الارهاب بصوره اكبر قدره. وبالتالي انت ما تقدرش انك تعتمد على مصدر واحد للسلاح. ثاني حاجه احنا لازم نفهمين ان المنطق العام لمصر في التسليح هو تنويع مصادر السلاح. يعني مش هنقول امريكا بس، مش هنقول روسيا بس، لا هناك تنويع في مصادر السلاح. وده في الحقيقه الدول اللي هي بيبقى عندها مثل هذه يعني التحديات والمقاطع اللي عندها اللي عندنا زي اللي عندها زي مصر لازم تنوع في مصادر السلاح. روسيا احد المنتج احد اهم منتجي السلاح في العالم، اصبح عندها سلاح متطور جدا، عندها طائرات متطوره، عندها قدرات عاليه في الدفاع الجوي، وبالتالي انت لازم تستفيد بيها، خاصه ان احنا لو رحنا يمين او شمال انت لازم تبقى فاهم كويس قوي ان العدو الاول والاخير ليك هو قابع على الجانب نعم. الشرقي ومصدر تسليحه الاساسي من الغرب. تمام سيادة اللواء خالد مطوع الخبير الأمني، أنا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا من خلال رأيك بصوتك وشكرا على هذه المداخلة. طبعا اتكلمنا كمان على الجانب الأمني وهو الجانب المهم والذي قد تشهد هذه الزيارة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو هذه الزيارة إلى مصر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكيد جانب مهم جدا من هذه المباحثات الجانب الأمني. احنا هنتكلم بتفاصيل أكتر عن بعض الأمور الأخرى سواء الاقتصادية، لو عاد بنا الاتصال إلى الخبراء الاقتصاديين وأهمية هذه الزيارة من هذه الناحية، بالإضافة لبعض الأمور الأخرى. وزي ما أنتم عارفين الفقرة الثالثة بتكون فيها تعليقاتكم المختلفة، بنتكلم عن الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر. فاصل وبعد الفاصل نكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام في حلقتنا من برنامج رايك بصوتك، وزي ما قلنا في اسئلتنا مع بدايه الحلقه ان احنا النهارده بنتكلم عن زياره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى مصر المقرره باذن الله غدا، يمكن من ساعه او ساعتين تقرر ان هيبقى الوصول هيبقى من للرئيس عبد الفتاح السيسي الى دار الاوبرا، او يمكن ده المكان اللي سيتم فيه استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هيبقى من خلال مقر النادي الاهلي في الجزيره، ومنه ينتقل الى دار الاوبرا حيث يشهد الرئيسان مساء غد باذن الله يوم الاثنين مع اول ايام الزياره احتفاليه فنيه داخل دار الاوبرا المصريه، هنقول تفاصيلها خلال دقائق. ولكن خلينا نقول ونفكر ان يمكن روسيا خلال الفتره الماضيه وتحديدا حوالي 7 سنوات مضت كانت صنفت جماعه الاخوان المسلمين بانها جماعه ارهابيه بحكم قضائي كان تحديدا يوم 3 فبراير 2007. كمان رفضت بعد كده عده طلبات تقدم بها محمد مرسي رئيس الجمهوريه السابق ومستشار عصام الحداد لكي يتم حذف اسم الجماعه من قائمه الجماعات الارهابيه في روسيا. وبعد ذلك زي ما احنا متابعين طبعا تطور العلاقات المصرية الروسية، واللي بناء عليها زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة بتكتسب أهمية خاصة جدا لمصر وللمصريين بشكل عام بما في ذلك رجل الشارع المصري. وطبعا زي ما احنا متابعين انتشرت صور الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين في عدد من شوارع وجسور القاهرة الرئيسية، فيمكن ان احنا متابعين كمان الاهتمام في الشارع، الناس كلها مركزه ومتابعه الموضوع، مش بس على مستوى العلاقات السياسيه اللي في الشارع المصري وهو ماشي بيشوف مدى الاهتمام، فبالتالي هو برضو منتظر نتائج هذه الزياره. معانا على التليفون دلوقتي الاستاذ محمد ابو الفضل نائب رئيس جريده الاهرام، رئيس تحرير جريده الاهرام. استاذ محمد تحياتي لحضرتك. استاذ محمد تحياتي لحضرتك. معاك. سامعني يا فندم؟ ايوه سامعك. اهلا بيك استاذ محمد تحياتي لحضرتك. استاذ ابو الفضل. ايوه معاك. اي سامعني، اهلا بحضرتك. يعني بسالك طبعا عن الزياره المرتقبه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمقرر ان هي تبدا باذن الله غدا، كيف ترى هذه الزياره واهم ما سيتم بحثه بين الرئيسين؟ اعتقد ان هي زياره مهمه طبعا ونقله نوعيه في العلاقات المصريه الروسيه، ونقله نوعيه مهمه ايضا في العلاقات المصريه الدوليه عموما. يعني وزن روسيا الان في المجتمع الدولي وزن كبير على المستوى السياسي وعلى المستوى الامني وعلى المستوى الاقتصادي. اعتقد
هناك مجموعة كبيرة من الملفات المنتظر أن يتم بحثها في الزيارة المرتقبة غدا وبعد غد في القاهرة. هناك مجموعة من الملفات الأمنية والسياسية، لكن أنا أعتقد أن الملف الاقتصادي يمكن أن يحتل أهمية متقدمة على ضوء المؤتمر الاقتصادي المتوقع أن يعقده في مارس المقبل في مدينة شرم الشيخ. هناك طموحات كبيرة جدا تعولها مصر على التعاون في هذا المجال مع موسكو، وأعتقد أن هناك استعدادات كبيرة جدا في المقابل من قبل رجال أعمال روس إلى مزيد من الاستثمار هنا في مصر في مجالات مختلفة. أيضا سيكون المجال الأمني تحديدا في مجال مكافحة الإرهاب يمكن أن يكون نقطة مهمة جدا في المباحثات التي ستجرى في القاهرة غدا وبعد غد، لأن هناك تجربة روسية في التعامل مع المتشددين الإسلاميين في الشيشان، أعتقد أنها يمكن أن تكون مفيدة في نقل الخبرات ونقل التجارب مع مصر. أيضا على المستوى الآخر هناك مطالب مصرية فيما يتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة في مجال مكافحة الإرهاب، وروسيا لديها أيضا استعدادات كبيرة جدا للتعاون في هذا المجال. نعم أستاذ أبو الفضل، يمكن دائما ما عندما نجد أي خطوة سواء من زيارة للرئيس المصري إلى روسيا أو حتى في تبادل العلاقات بشكل عام بين مصر وروسيا، السؤال الذي يطرح نفسه دائما هو مدى تأثير هذه العلاقات على علاقة مصر بأمريكا، أو مدى رد فعل أمريكا على علاقة مصر المتطورة مع روسيا. هل تعتقد أن هذه الزيارة سيكون لها تأثير على الجانب الأمريكي سواء في الناحية السياسية أو الناحية الاقتصادية؟ هو تأثير معنوي أو تأثير سياسي بمعنى أدق، لكنه تغيير استراتيجي لا أعتقد ذلك. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أكثر من مرة، ومسؤولين كبار في الدولة المصرية أيضا أكدوا أن التعاون أو العلاقات الوثيقة مع روسيا لا تعني إطلاقا أنها يمكن أن تكون على حساب أمريكا أو أي من الدول الغربية. أعتقد أن الآن العالم لم يعد قطبي يدور بين قطبي فقط، هو الاتحاد السوفيتي او امريكا او روسيا حاليا وامريكا، لكن هناك اقطاب متعدده، هناك الصين، هناك بريطانيا، هناك روسيا، هناك اليابان، هناك دول متعدده يمكن تنوع العلاقات معها. اعتقد ان مصر لديها الان فرصه جيده في تنوع وتعدد الخيارات، لم تعد المعادله الصفريه اما كذا او كذا، لا، المساله الان يمكنك ان تتم علاقات مع اكثر من دوله حتى ولو بدت انها متنافسه او في صدام سياسي او صدام اقتصادي او ما الى ذلك. لا يمكن ان تكون هناك نهضه او قوه او مستقبل لاي دوله اذا يعني وضعت كل اوراقها في سله دوله واحده. اعتقد ان القياده المصريه منتبهه تماما رغم تفاصيل العلاقه مع روسيا الا انها لا استبعد تماما ان تكون على حساب واشنطن. طيب وتأثير ده بشكل عام على المنطقة، يعني يمكن على مصر، حتى المسؤولين في مصر بيأكدوا على النقطة اللي هنتكلم فيها حاليا، وهي فكرة ان احنا بننمي علاقتنا مع كل الأطراف وليس فقط وضعها في سلة واحدة بحسب ما ذكرت، ولكن على المنطقة والاهتمام بين العلاقات او مع العلاقات المصرية الروسية، هل يؤثر ذلك على المنطقة بشكل عام؟ بالطبع هناك ملفات مهمة مشتركة بين مصر وروسيا في المنطقة، اهمها الملف السوري وملف مكافحة الإرهاب. أعتقد أن العلاقة الوثيقة والتفاهم بين مصر وبين روسيا يمكن أن يساعد كثيرا في حلحلة الأزمة الراهنة في سوريا التي يعني وصلت إلى طريق مسدود بسبب التقاطعات، بسبب التعقيدات، بسبب الحسابات المعقدة ما بين دول إقليمية ودول أخرى من خارج المنطقة. مصر وروسيا لديهم تقدير متقارب إلى حد كبير، وهو يقوم على الحفاظ على وحدة الدولة السورية، الحفاظ على عدم تفتتها، محاربة القوى المتشددة، محاربة الذين يريدون يعني نشر الإرهاب في المنطقة. هناك تفاهم وتعاون في هذه المسألة، يمكن إذا أطلقت مبادرة سياسية في هذا الاتجاه قد تكون لها أصداء إيجابية. وهناك تجربة فعلا في مصر في الحوار مع المعارضة، وتجربة روسية في الحوار مع المعارضة السورية أيضا خلال الشهر الماضي، يعني لم تأتي بنتائج كبيرة أو كما هو كان متوقعا، لكنها في النهاية هي خطوة على طريق الاقتراب من الأزمة السورية بطريقة سياسية. نعم. طب أستاذ أبو الفضل، يعني الحقيقة احنا كنا متابعين حتى الآن على شاشتنا مقتطفات من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا في شهر أغسطس الماضي، فهنا في الشارع المصري في الأيام الماضية شايفين مراسم استقبال مختلفة عن أي مراسم أخرى، شايفين حتى صورة للزعيمين المصري والروسي، شايفين اهتمام إعلامي حتى
واضح جدا واهتمام من المسؤولين في حديثهم دائما عن هذه الزيارة. هل ده يأتي رد فعل على الاهتمام اللي لاحظه الرئيس المصري هناك، ولا لأسباب أخرى ممكن تكون مفسرها حضرتك؟ بلا شك يعني هناك اهتمام رسمي كبير من البلدين، لكن على المستوى الشعبي يعني هناك الهموم الكثيرة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمكن أن تقلل من أن تلمس ذلك على نطاق واسع، لكنها هي في النهاية هي يحتفظ المصريون بمشاعر إيجابية تجاه روسيا، يحتفظ المصريون بمواقف نبيلة تاريخية سواء كانت في السد العالي أو في تمويل مصر بالأسلحة عقب حرب 67. هناك أدوار إيجابية موجودة في الوجدان المصري للقيادة الروسية. أعتقد أيضا أن مصر لديها أيضا من المواقف الإيجابية مع موسكو الكثير عبر التاريخ، وكل ذلك يمكن أن يمهد الطريق ويذلل الكثير من العقبات لأن تكون العلاقات أمامها أفق جيد، أفق واعد، أفق يمكن أن يؤتي بنتائج إيجابية على مستويات مختلفة. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد أبو الفضل نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام على هذه النظرة السريعة على لقاء الرئيس الروسي أو قدومه إلى مصر بإذن الله خلال الساعات المقبلة. الحقيقة أن الروابط والعلاقات المصرية الروسية كانت واضحة من فترة قديمة، مش حتى في خلال الفترة الماضية. روسيا تنظر لمصر على اعتبارها مركز صناعة القرار في الشرق الأوسط والبقعة الجيوستراتيجية الأساسية في المنطقة، وهي رفضت كمان كل مساعي نقل مركز الثقل التقليدي للمنطقة إلى الأطراف الأخرى، وتؤكد هذه النظرة في كل المناسبات. الحقيقة كمان أن الروابط بين القاهرة وموسكو وضحت جدا خلال موقف روسيا المؤيد لثورة 30 يونيو، واللي تلاها من تطورات حتى كل محطات خارطة الطريق، واللي أكد الرئيس فلاديمير بوتين الرئيس الروسي في مناسبات شديدة وكثيرة احترامه الدائم للرئيس عبد الفتاح السيسي ودوره التاريخي في مصر. ومن منطلق ده روسيا دايما تؤيد عودة مصر بقوة إلى الساحة الإقليمية والدولية. الناحية الاقتصادية والصناعية واللي قد يتم مناقشتها أيضا، وقد تكون وقتها وقت هذه الزيارة مهم جدا في الناحية الاقتصادية قبل مؤتمر شرم الشيخ، علشان كده هنناقش في هذه النقطة الأستاذ ضياء حلمي عضو مجلس الأعمال المصري الروسي. أستاذ ضياء تحياتي لحضرتك. أستاذ ضياء، أستاذ ضياء لو سمعني تحياتي ليك. طيب لحد ما نعود من جديد إلى الاتصال مع الأستاذ ضياء حلمي عضو مجلس الأعمال المصري الروسي، خلينا نكمل بعض الأمور المتعلقة بهذه الزيارة. الحقيقة أن وزارة الخارجية كانت وصفت العلاقات السياسية بين البلدين بأنها شهدت طفرة، يعني مصر نفسها من الناحية الرسمية كانت أكدت على أن العلاقة بين مصر وروسيا بتشهد طفرة بعد ثورة 30 يونيو تحديدا، واللي تمثلت في زيارة وزيري الخارجية والدفاع الروسيين إلى مصر يوم 14 نوفمبر سنة 2013، وزيارة وزيري الخارجية والدفاع المصريين إلى روسيا يوم 12 و13 فبراير من العام الماضي. يعني السنة اللي فاتت بالضبط كانت الزيارة اللي قام بها الجانب المصري الرسمي. عقدت من خلال هذه الزيارة العديد من المباحثات السياسية، بما يجعل مصر هي الدولة العربية الوحيدة اللي تبنت موسكو معها هذه الصيغة اللي تتبناها روسيا في خمس دول أخرى، هي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان. الحقيقة أن كمان ده بيدل على إقرار روسيا بالأهمية الاستراتيجية اللي بتحظى بها مصر في سياستها الخارجية. خلينا نقول أن احنا في أمور مختلفة ممكن نكون لسه ما وضحتش فيما يخص هذه الزيارة وكيفية أو الأمور اللي سيتم مناقشتها، غير الجانب الاقتصادي المهم جدا في هذه الفترة، خاصة زي ما اتكلمنا وناقشنا الموضوع ده في حلقات سابقة، وهي قمة شرم الشيخ الاقتصادية اللي روسيا تعد من أهم هذه الدول اللي هتشارك بقوة في هذا المؤتمر، وكيفية دعمها اقتصاديا لمصر في الفترة المقبلة. طبعا غير قطاع السياحة، القطاع اللي ربما تدعمه روسيا أو من أشد الداعمين ليه في مصر في الفترة الماضية، وتحديدا بعد ثورة 30 يونيو أو حتى من بعد ثورة 25 يناير اللي شايفين عدد كبير من السياح فيها. خلينا نرحب هاتفيا باللواء خالد مطاوع الخبير الأمني لإلقاء الضوء على الجانب الأمني من هذه الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي. سيادة اللواء خالد مطاوع تحياتي لحضرتك. أهلا بك يا فندم.
ست اللواء زيارة مرتقبة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر، وعلاقات متطورة في السنوات الماضية وتحديدا بعد ثورة 30 يونيو. كيف ترى العلاقات المصرية الروسية من الناحية الأمنية والعسكرية؟ هو في الحقيقة العلاقات الروسية المصرية أخذت منحى متطور جدا خلال الفترة ما بعد 30 يونيو. نعم. وفي الحقيقة احنا هنجد ان قبل خلال المرحلة الانتقالية في عهد رئيس السابق عدلي منصور، ساعتها مستشار عدلي منصور، كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان توجه بالفعل ايران وجوده في وظيفه وزير الدفاع الى الاتحاد السوفيتي، ثم تطور الامر بعد ذلك اثناء وجوده كرئيس جمهوريه بعد الانتخابات. وفي الحقيقه على المستوى العام فروسيا بتمثل منحى مهم جدا لمصر بعد 30 يونيو. نعم. وايضا عايزين نؤكد ان نفس هذا التوازن في الاهميه تشكله مصر ايضا لروسيا. ويشكله العرب كلهم لروسيا، وبالتالي فمصر منظور اليها باعتبارها جزء من المنظومه العربيه الموحده في اتجاه الكتله الغربيه. تمام؟ الو؟ ايوه معاك يا فندم، اتفضل. تمام؟ وبالتالي ده هيحدث نوع من التوازن على مستوى العلاقات الدوليه على مستوى العلاقات. ولكن هي النقطه دي محتاجه توضيح اكتر ست اللواء، يعني الناس كلها بتبقى برضو المواطن العادي عايز يفهم ليه روسيا داعمه لمصر بشكل كبير، اكيد هي يعني علاقات متبادله واكيد هي كمان هتستفيد. فحضرتك بتاكد على ان زي ما مصر محتاجه روسيا، روسيا محتاجه مصر. حابين نوضح النقطه دي اكتر من الناحيه الامنيه والناحيه العسكريه. خلينا ان روسيا محتاجه تواجد في المنطقه، محتاجة عندها أيضا استثمارات خارجية لازم تمارسها، وإلا في ظل الضغوط اللي بيمارسها عليها الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وعمليات زي ما بيقولوا عليها في الاقتصاد العقوبات الاقتصادية اللي بتمارس عليها إن لم تجد أماكن أخرى. نعم. خارج روسيا للتعامل، يعني هيكون تأثيرات الاقتصادية عليها أكبر بكتير جدا من في حالة العزلة أكثر من الانفتاح، وبالتالي أنت أحد الأبواب المهمة جدا ليها في هذا الانفتاح. نعم. تاني حاجة، أنت دولة، إحنا على فكرة لازم نبقى فاهمين إن روسيا لها استثمارات خارجية ورجال الأعمال الروس هم مهمين جدا أيضا. لما نيجي نحب النهارده العالم كله عباره عن توازنات. روسيا واقفه قدام الولايات المتحده الامريكيه وعندها مشكله القرمنه ومشكله انضمام القرمنه ليها، ده بيشكل في حد ذاته طرح جديد في المنطقه هناك عندهم. ووقوف الولايات المتحده الامريكيه ضدها في هذا الموضوع وتطبيق العقوبات الاقتصاديه عليها يخليها تحتاج الى مسانده من دول عديده، واهمها مصر هو طبعا في المنطقه. هو موضوع التوازن في العلاقات الدوليه. طيب ست اللواء، بمناسبه بقى الحديث عن العلاقات بين مصر وروسيا وايضا كما ذكرت الولايات المتحده الامريكيه، فيما يخص الجانب الامني، هل ممكن ان تكون هذه الزياره أو تتناول الاستعاضة من جانب المصري بروسيا بدلا من الولايات المتحدة فيما يخص استخدام السلاح في محاربة الإرهاب وتحديدا في منطقة شمال سيناء؟ خلينا نكون أوضح، هو مفيش حاجة اسمها استعاضة. نعم. إحنا ما نقدرش إن إحنا نستغنى عن الولايات المتحدة، وما نقدرش إن إحنا إن روسيا تكون بديل للولايات المتحدة، ولكن خلينا نقول إنك أنت عندك طبقا للمفهوم المنطقي لكن انت لازم يكون عندك تنويع في مصادر السلاح. انت مقبل على او انت بتعيش فعلا حاله من الحرب على الارهاب، بتتطلب منك انواع كتير من الاسلحه المتطوره. نعم. انواع كتير من الذخائر المتطوره، بعض الاسلحه النوعيه الاستراتيجيه اللي ممكن ان هي التكتيكيه اللي ممكن تخليك انك تواجه الارهاب بصوره اكبر قدره. وبالتالي انت ما تقدرش انك تعتمد على مصدر واحد للسلاح. ثاني حاجه احنا لازم نبقى فاهمين ان المنطق
العام لمصر في التسليح هو تنويع مصادر السلاح. يعني مش هنقول امريكا بس، مش هنقول روسيا بس، لا، هناك تنويع في مصادر السلاح. وده في الحقيقه الدول اللي هي بيبقى عندها مثل يعني التحديات والمخوقات اللي عندها، اللي عندنا زي اللي عندها زي مصر، لازم تنوع في مصادر السلاح. روسيا احد اهم منتجي السلاح في العالم، اصبح عندها سلاح متطور جدا، عندها طائرات متطوره، عندها قدرات عاليه في الدفاع الجوي، وبالتالي انت لازم تستفيد بيها، خاصه ان احنا لو رحنا يمين او شمال انت لازم تبقى فاهم كويس قوي ان العدو الاول والاخير ليك هو قابع على الجانب الشرقي ومصدر تسليحه الاساسي من الغرب. تمام سيادة اللواء خالد مطاوع الخبير الأمني، أنا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا من خلال رأيك بصوتك، وشكرا على هذه المداخلة. طبعا اتكلمنا كمان على الجانب الأمني، وهو الجانب المهم والذي قد تشهد هذه الزيارة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو هذه الزيارة إلى مصر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكيد جانب مهم جدا من هذه المباحثات الجانب الأمني. احنا هنتكلم بالتفاصيل أكتر عن بعض الأمور الأخرى سواء الاقتصادية، لو عاد بنا الاتصال إلى الخبراء الاقتصاديين وأهمية هذه الزيارة من هذه الناحية، بالإضافة لبعض الأمور الأخرى. وزي ما أنتم عارفين الفقرة الثالثة بتكون فيها تعليقاتكم المختلفة، بنتكلم عن الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر. فاصل، وبعد الفاصل نكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا. أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام في الجزء الثالث والأخير من هذه الحلقة في رأيك بصوتك. زي ما أنتم عارفين في الفقرة دي بيكون معنا تعليقاتكم المختلفة، لو حتى حابين تكلمونا تقولوا رأيكم في هذه الزيارة، زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر غدا بإذن الله يوم الاثنين، فكلمونا في أي وقت. الحقيقة أن احنا زي ما بنتكلم على الاهتمام المصري بالزيارة المرتقبة للرئيس الروسي، ده كان واضح جدا الاهتمام في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سوتشي في روسيا في الفترة الماضية، أو تحديدا في شهر أغسطس الماضي، كانت في مراسم استقبال واضحة جدا كانت تدل على المكانة المهمة اللي بين مصر وروسيا أو العلاقات اللي بين الجانبين. كانت وقتها القمة أيضا اللي جمعت بين السيسي وبوتين تناولت الأوضاع الإقليمية والدولية والتأكيد على دعم روسيا لمصر في حربها ضد الإرهاب، واللي هي دايما بتأكد عليه في خلال كلام المسؤولين الرسميين الروس. أيضا تحدثوا عن توافق الآراء المصرية الروسية في القضايا الإقليمية وقتها، وكمان تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. لو اتكلمنا بقى على الناحية الاقتصادية، فوقتها تم الاتفاق على زيادة روسيا لحجم صادراتها من الحبوب لمصر، وقتها كان بأكثر من 60%، وإن روسيا هترفع أو إن مصر هي اللي هترفع حجم صادراتها الزراعية لروسيا بنسبة 30%. تم أيضا تناول العلاقات الاقتصادية والتجارية، تم الاتفاق على إقامة المنطقة الصناعية الروسية في مصر في محور تطوير قناة السويس، ودي النقطة اللي برضو بيتم مناقشتها دائما، وكيفية دفع جهود إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الروسي، والتأكيد على أهمية السياسة أو السياحة وزي ما بنفتكر الروسية إلى مصر، وعمل البلدين على تشجيعها. وقتها المباحثات أيضا أكدت أن في تقاطع واضح بين أولياء أولويات الأمن المصري واهتمامات ومصالح الجانب الروسي. يمكن دي النقطة اللي أكد عليها اللواء خالد مطاوع الخبير الأمني معانا في المداخلة الأخيرة. هنتكلم عن أمور أخرى، وهنستنى كمان التعليقات اللي بتبعتوها لنا على صفحتنا على فيسبوك لأهمية هذه الزيارة، وكمان من الناحية الاقتصادية اللي دايما بتأكد عليها أو بيأكد عليها الخبراء في الأيام الماضية، أن روسيا هتكون داعم والاستثمارات الروسية في مصر فيما يخص مؤتمر الاقتصادي أو القمة الاقتصادية اللي هتقام بإذن الله في شهر مارس المقبل. حقيقة أن كمان بقى في مساحة مشتركة كبيرة بين البلدين، وفي مساحة تلاقت فيها الرؤى حيال عدد من القضايا المختلفة اللي تم مناقشتها، ويمكن كان من أهمها الوضع في سوريا والوضع أيضا في ليبيا، وأكيد هيتم مناقشة الحرب على الإرهاب زي ما بنأكد دايما وزي ما بيأكد الطرفين المصري والروسي، واستمرار بؤر التوتر في الشرق الأوسط وخطر تحول هذه البؤر إلى مصدر للإرهاب العابر للحدود والقضية الفلسطينية أيضا، وضرورة التوصل لتسوية شاملة وعادلة لها. خلينا نرحب هاتفيا بالأستاذ محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق. أستاذ محمد تحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا، منورنا يا فندم. الله يخليك، شكر جدا.
اهلا بيك استاذ، وتحياتي للساده المشاهدين. اهلا بيك استاذ مصري. يعني زياره مرتقبه من الجانب الروسي وتحديدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن ضمن الملفات اللي اكيد سيتم مناقشتها هي الجانب الاقتصادي، خاصه ان احنا على مشارف المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ. كيف ترى اهميه هذه الزياره او المناقشات اللي هتتم من الناحيه الاقتصاديه؟ يعني هي طبعا الزياره في التوقيت بتاعها، روسيا طبعا دوله من يعني لها اقتصاد قوي، والنهارده بتفكر في الاستثمار خارج روسيا، ولكن بمنتهى الامانه هو المؤتمر الهدف منه دعوه مختلف الدول ومختلف الاتجاهات، سواء دول عربيه سواء دول اوروبيه سواء دول من امريكا الشماليه او امريكا الجنوبيه. الهدف هو الاستفاده من المزايا للاقتصاد المصري، الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع، في مشروعات في مجال الصناعه، في مشروعات في مجال الخدمات. نعم. محور قناه السويس واللي بيعتبر هديه مصر للعالم، لان انت عندك نتيجه التفريعه الجديده اللي بتتعمل دي هتقلل اوقات العبور ب 8 ساعات، 8 ساعات دي معناها انك بتقلل في الوقت وفي التكلفه، وده ما يسعى اليه التجاره العالميه. بتدور على كيفيه وصول السلع من الشمال للجنوب او بالعكس في اسرع وقت ممكن باقل التكلفه. أنا الأسبوع اللي فات كنت في ألمانيا برضو مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، وكان في أكثر من 200 مستثمر ألماني، وطرحنا عليهم، ومن ضمن الأمور اللي ألمانيا متميزة فيها الطاقة الجديدة والطاقة المتجددة، هي طاقة الرياح والطاقة الشمسية والسولر، فكل هذه الأمور مجالات مفتوحة ايا كان المستثمر طبيعته، سواء اذا كان روسي او سواء اذا كان الماني او اوروبي او اي جهه او دول عربيه. بس في نفس الوقت برضو احنا بنعدل في التشريعات، والرساله اللي المؤتمر بيديها هو ان المناخ الاستثمار في مصر اصبح مناخ كاذب، ان القوانين لابد ان القوانين تكون بتواكب القوانين الموجوده في العالم لتشجيع المستثمر سواء المصري او العربي او الاجنبي ان يخش ويستثمر في البلد. اضافه الى ان برضو ادينا نبذه عن ان الدستور المصري لاول مره بيبقى موجود فيه ان القطاع الخاص هو الذي يقود التنميه، زائد ان الاقتصاد المصري بينتاج سياسه السوق المفتوح او السوق الحر. فدي كلها امور مهمه جدا، فما فيش شك ان الزياره دي بتدي ثقل وبعد ان بيجي رئيس روسيا في مصر وبيبقى فيه اتفاقات. لكن اهم حاجه هو بالنسبه لنا مؤتمر 13 و15 مارس، وان يكون ان شاء الله مصدر خير لمصر وللدول اللي تكون موجوده ان شاء الله. يعني بعيدا بقى عن الزياره الروسيه او الجانب الروسي تحديدا، هل ترى ان المؤتمر يبدو على خطى سليمه ما قبل انطلاقه بحوالي شهر؟ ما هو ده يعني بص، ده اراده الشعب المصري القوي اللي عمل ثورتين في سنه، بالك ازاي؟ لابد ان التحدي ده، لان احنا ليس امامنا غير من اننا الاقتصاد في اوضاع محتاج الى ضخ في شرايين، ويكفي لما بتتكلم ان انا عايز استصلح 4 مليون فدان، بتتكلم على يعني ربط شبكه طرق جديده ب 3800 كيلو متر، بتتكلم على مشروعات في مختلف المجالات، مواني، مطارات، كل هذه الامور يعني اعتقد انها جاذبه لاي مستثمر جاي وبيفكر انه يستثمر في مصر. لكن انت محتاج يعني قانون الاستثمار الجديد لابد يطلع، قانون العمل، قانون الضرائب، التأمينات الاجتماعية، دي كلها حزمة من القوانين لابد ان المستثمر وهو جاي يكون اطلع عليها، عشان هو بيدي قرار الاستثمار طبعا مفيش واحد هيجي وهو قاعد هيقرر ما، ولكن هيرجع ويدرس. بتتكلم على مصر كبلد هي 90 مليون، ولكن ورا مصر نتيجة اتفاقياتها في مليار و700 مليون نتيجة الاتفاقيات سواء الموجودة مع الاتحاد الأوروبي 28 دولة أو الكوميسا 22 دولة أو مجموعة الاتفاقيات اللي موجودة دي، ده بيشجع كثيرا لأي مستثمر إنه يفكر في حجم السوق، لأن أي مستثمر بيجي يستثمر بيشوف حجم السوق اللي هيشتغل فيه وحجم الإعفاءات الجمركية اللي ممكن سلعته لما ينتجها لما تيجي تخش سواء في الدول العربية أو في الدول الإفريقية أو في الاتحاد الأوروبي. فإن شاء الله نتمنى بإذن الله يكون مؤتمر ناجح ويعود بخير على مصر، بس ده محتاج الى وحده وجهد الشعب المصري ككل، لان الخير لما يجي هيجي علينا كلنا كمصريين يا رب باذن الله. والمصريين الله يمكن بيعقدوا امال كبيره جدا على هذا المؤتمر بسبب التصريحات اللي بيقولها المسؤولين والامال اللي هم نفسهم بيوعدوا بيها المصريين. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمد المصري، رئيس اتحاد الغرف التجاريه
السابق. الحقيقة أن بمناسبة الحديث عن الجانب الاقتصادي في هذه الزيارة، زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر، وزارة الخارجية كانت أكدت أن عدد المشروعات اللي تم إنشائها باستثمارات روسية في مصر بلغ حوالي 363 مشروع بإجمالي رأس مال مستثمر يقدر كان وقتها بأكثر من 148 مليون دولار. وتركزت أغلب هذه المشروعات وقتها بحسب ما أكدت الوزارة على قطاع السياحة والخدمات اللي هو 143 مشروع، بعدها يأتي قطاع الإنشاءات ب 38 مشروع، ثم قطاع الصناعة ب 27 مشروع، وقطاع الزراعة 13 مشروع، وأخيرا كانت آخر القطاعات قطاع الاتصالات 5 مشروعات، والقطاع التمويلي كان 3 مشروعات. الاستثمارات المصرية في روسيا بتبلغ 450 مليون دولار، أغلبها استثمارات في مجال صناعة الطائرات وبعض الاستثمارات العقارية. المحرر الدبلوماسي قال ان الدوره التاسعه لاعمال اللجنه المصريه الروسيه المشتركه للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني كانت تتناولت مجمل العلاقات الاقتصاديه والفنيه بين البلدين. ويمكن من الناحيه الفنيه فبكره زي ما قلنا في خلال هذا الاستقبال في دار الاوبرا هيكون في فقرات فنيه ما بين فقرات مصريه وفقرات روسيه. زي ما احنا عارفين الفن الروسي ايضا له تواجد هنا في مصر في المحافل او الحفلات المختلفه اللي بنتابعها. احنا حتى نرى تعليقات مشاهدينا الكرام على صفحتنا على فيسبوك رأيك بصوتك، واللي هتكون جاهزة خلال ثواني من الآن. عايزين نفكركم ان احنا بنسألكم على بعض الأسئلة اللي هي خاصة بمردود هذه الزيارة، زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى مصر واللي هتبدأ يوم الاثنين، وأيضا إلى توقيت هذه الزيارة من وجهة نظركم كمواطن في الشارع يرى العديد من الصور للزعيمين المصري والروسي. تعليقاتكم نبدأها مع بعض مع كنزي السيسي، وهي الحقيقة مشاهدة دائمة وبتبعت لنا تعليقاتها دايما بنرحب بيها. بتقول زيارة رائعة في توقيت هام، هو رسالة ان البلد فيها امان، وثانيا يأتي لتعزيز العلاقات العسكرية والاقتصادية وتأكيد العلاقات المصرية الروسية القوية، فمرحبا بالقيصر في بلده الثاني مصر بحسب ما بتقول كنزي. إبراهيم علي بيقول زيارة بوتين في هذا التوقيت دليل قوي على أن علاقات مصر الخارجية على النهج الصحيح، وأن مصر ذات سيادة، وسيكون هناك مردود قوي على مواجهة التحديات في المنطقة وعلى رأسها الإرهاب، والزيارة سيكون لها إيجابيات بين البلدين سياسيا وعسكريا واقتصاديا خاصة بالمؤتمر الاقتصادي. طبعا الاهتمام بالجانب الخارجي مهم جدا، والاهتمام أيضا بالجانب الداخلي يمكن بتبقى نقطة إيجابية ومهمة جدا وضرورية، وجزء لا يتجزأ من الاهتمام بالجانب الدولي. آية الحروني بتقول أكيد زيارة مهمة على المستوى الاقتصادي والسياسي وأيضا السياحي، زيارته في هذا التوقيت نعتبرها توضيح لجميع دول العالم دخول مصر في أي وقت، وبإذن الله مصر آمنة ونستغلها لهذه الزيارة للترويج السياحي. زي ما احنا قلنا أن روسيا من أكثر الدول المصدرة إلى السياحة في مصر في الفترات الماضية. محمد عاطف بيقول روسيا من كبار دول العالم إن لم تكن أكبر وأقوى من الولايات المتحدة من وجهة نظره، وزيارة الرئيس الروسي بوتين دليل كامل وقوي جدا على أن مصر دولة قوية وكبيرة من خلال أن هي محط أنظار العالم كله. من التعليقات برضو اللي موجودة معنا من مشاهدينا، محمد المصري بيقول أن روسيا الدولة التي لا تخون حلفائها، مدلول هذه الزيارة يدل على قوة مصر و أيضا تأثيرها على المنطقة كدولة عربية حليفة لروسيا، ويدل على دعم روسيا لمصر ما قبل المؤتمر الاقتصادي. دي كانت أغلب التعليقات اللي وصلت لنا من مشاهدينا على صفحتنا على فيسبوك، وزي ما انتم عارفين بيكون صفحتنا اسمها رأيك بصوتك، لو حابين تتابعونا يوما بعد يوم بتكون الأسئلة مطروحة. وبكرة إن شاء الله هنتابع بقى مردود هذه الزيارة أو أهم ما جاء في اليوم الأول من هذه الزيارة التي ستستمر بإذن الله لمدة يومين، الاثنين والثلاثاء، وأسئلتنا فيها هتكون كالتالي. عن زيارة بوتين إلى مصر أيضا، إلى أي مدى تدعم زيارة الرئيس بوتين مصر في حربها ضد الإرهاب؟ بتفاصيل أكتر هنكلم بعض المسؤولين وهنشوف آرائكم أنتوا كمان عن هذه النقاط. كيف ترى توقيت الزيارة خاصة وأنها قبل أيام من انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي؟ يعني هنتابع حديثنا عن هذه القمة النهاردة، سألنا بعض المسؤولين عن هذه الأمور وهذه الزيارة، وبكرة هنتابع برضو بعض الأراء وبعض أراء المسؤولين، وأخيرا كيف ترى مستقبل العلاقات بين مصر وروسيا. نفس الأمور اللي اتكلمنا فيها النهاردة وأمور أخرى ونقاط أخرى وجوانب أخرى لهذه الزيارة هنناقشها بإذن الله معاكم بكرة قبل دلوقتي بساعة في النهار اليوم من خلال رأيك بصوتك. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل حتى نلتقي، إلى اللقاء.